عملية مسح في موقع التفجير وجثث غير محددة الهوية تنتظر نتائج الحمض النووي. شخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية تعزي بالضحايا في السفارة الإيرانية. ولا شك أن العدو الصهيوني ومن خلال سيطرته وتشغيله للعديد من القوى والأطراف التكفيرية المتطرفة هو الذي يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة الجبانة. نقل جثمان الملحق الثقفي إلى طهران. انتحاريان يستهدفان مبنى الأمن العسكري السوري في النبك وحاجزين للجيش في دير عطية. وسبعة تفجيرات في بغداد. أهلا بكم. غصت السفارة الإيرانية اليوم بالشخصيات السياسية والدينية والوفود الحزبية لتقديم التعازي بشهداء التفجير الإرهابي. وكان في استقبالهم معاون وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان والسفير غضنفر ركن أبادي. ومن أبرز المعزين السفير البريطاني توم فلتشر والسفير البابوي على أن يزور مبنى السفارة وفد من المستقبل لتقديم التعازي. وفي موقع التفجير تواصلت عمليات المسح، وقد وردت إلى الجديد اتصالات عدة تفيد عن فقدان أشخاص جراء التفجير ولم يتم التعرف على جثثهم. وقبل قليل دعا الجيش أهالي المفقودين لإجراء فحوص الحمض النووي للتعرف إلى ذويهم في مستشفى رفيق الحريري. وإلى موقع التفجير ننتقل مباشرة مع الزميلة نوال بري لإطلاعنا على جديد المشهد بعد 24 ساعة على التفجير. نوال، هل من جديد فيما يتعلق بالمفقودين؟ نعم كريستين، يعني للأسف حتى الساعة هناك عدد كبير من أهالي المفقودين لم يستطيعوا تحديد هويات جثث ذويهم بعد. كما يعني كنت قد ذكرت بالفعل ورد اتصالات عديدة لقناة الجديد يعني تناشد في حال أحد معرفة أحد عن هويات هذه الجثث. سوف أذكر منها الأسماء التي يعني أفدنا بها، هي أسد نايف حسن، محمود حمدان، وبلال قداحة. هؤلاء الثلاثة قضوا أثناء تأديتهم مهامهم هنا في المنطقة. لكن كريستين هنا لابد الإشارة إلى أن يعني بحسب المعلومات من يقومون بتشريح الجثث بأنه لن يكون هناك أي نتيجة لمعرفة أو تحديد هويات الجثث الغير معروفة بعد حتى ليلة اليوم، يعني قبل منتصف ليل اليوم لن يستطيعوا تحديد هويات الجثث والأشلاء التي كانوا قد حصلوا عليها من الموقع. كريستين، إشارة إلى أن الجيش اللبناني المنتشر هنا منذ ساعات الصباح يعمل على مسح المنطقة، كذلك الأمر بالنسبة للأدلة الجنائية التي مسحت المنطقة منذ ساعات الصباح، وفرق الدفاع المدني وغيرها ممن يعمل على محاولة لسحب بقايا الأشلاء. ومنذ بعض الوقت كان هناك كمية صغيرة من بعض الأشلاء التي أخذت عينات منها للأدلة الجنائية. كريستين، كان هناك زوجة أسد حسن نايف أو أسد نايف حسن الذي كنا قد ذكرنا بأنه من ضمن المفقودين، هي جاءت إلى هنا منذ بعض الوقت ووجدت ساعته، كان عنده ساعة تشبه ساعته لكن بلون مختلف، وجدتها ووجدت هاتفه ووجدت التيشيرت كنزته يعني. ويعني يمكن القول بأنها شبه تأكدت بأن زوجها كان موجودا هنا، ولكن ربما هو الآن أشلاء وبالتالي لم تستطع تحديد هويته. ولكن كريستين، المؤكد أن الأدلة الجنائية تعمل على محاولة تحديد هويات من لم تحدد هوياتهم بعد. الجيش اللبناني كما ذكرت أيضا طلب من الأهالي بالفعل القيام بفحص الـ DNA، وهو ما قام به جميع الأهالي الذين يعني
اتصلوا بنا أكدوا أنهم قاموا بهذا الفحص في انتظار طبعا نتائج التحقيقات. كريستين، المسح أيضا يعني بدأ على المباني هنا على حجم الأضرار الكبير. قمنا بجولة إلى داخل المباني حيث الأضرار هائلة جدا، وصلت إلى داخل البيوت يعني إلى مساحات كبيرة من البيوت. البعض منهم نجا يعني بقولوا بلحظة، حيث كانوا على الشرفة ويعني الهواء أدخلهم إلى داخل المنزل. أيضا رائحة الدماء كريستين هنا لابد من الإشارة أنها منتشرة في جميع المباني حتى على الأدرج، ويعود هذا السبب إلى أن بعض الأشلاء وللأسف وصلت إلى طبقات عالية من الأبنية، وقام طبعا قام الجيش اللبناني والأدلة الجنائية بسحبها من داخل كل الطبقات. نحن نأمل بأن تكون جميع الأسماء التي وردت يعني أن يتم التعرف عليهم اليوم أو يتطابقوا مع الدي إن إي طبعا في انتظار النتائج وفي انتظار أن يرجع هذا المكان إلى مكان عليه من قبل بعد هذا الردم الكبير. إذن كريستين هذه هي الحال الآن هنا في المنطقة، وسوف نوفيكم بالطبع بأي جديد فور وروده من هنا. شكرا نوال بري مندوبتنا إلى منطقة بئر حسن. وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري العمل الذي طال السفارة الإيرانية بالإجرامي وليس مجرد تفجير أمني، بل رسالة خطرة تستهدف أمن لبنان واستقراره. ونقل النواب عن بري بعد لقاء الأربعاء تحذيره من المخطط الإجرامي الهادف إلى عرقنة لبنان، داعيا جميع الأفرقاء إلى التحلي بالمسؤولية العالية، ومؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ننتقل الآن إلى السفارة الإيرانية، حيث مندوبتنا الزميلة هيفا زعيتر توافينا بجديد التعازي المستمرة منذ صباح اليوم والتي سوف تستمر أيضا يوم غد. هيفا، من هم أبرز المعازين اليوم في السفارة الإيرانية؟ يلا نعم كريستين، في الحقيقة أقفل باب التعازي عند الساعة 12 من ظهر اليوم، وهي كانت قد بدأت السفارة باستقبال المعازين عند 10 صباحا، على أن يكون هناك يوم آخر للتعازي هو يوم غد في التوقيت نفسه من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا. المعزون يعني غصت السفارة بالمعزين على امتداد الساعتين، كان أبرزهم السفير البريطاني كما ذكرت توم فلتشر الذي تأتي زيارته استكمالا للانفتاح البريطاني الذي تمثل باتصال كاميرون بالرئيس الإيراني معزيا. فلتشر وقع على سجل التعازي قائلا بأن الحوار هو الدواء المطلوب لمكافحة الإرهاب، وكان فلتشر قد تبرع بالدم يوم أمس لضحايا التفجيرين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية. إلى جانب فلتشر كان هناك السفير الروسي أيضا الذي حضر معزيا، والسفير البابوي في لبنان أيضا كان من بين الحضور، وذلك إلى جانب شخصيات سياسية ودينية. نعتذر منك هيفا عن المقاطعة، ولكن ننتقل مباشرة إلى المشاهد الأولية التي تبثها قناة الميادين عن المشاهد الأولى للانفجار الذي أصاب بالأمس منطقة بئر العبد وتحديدا محيط السفارة الإيرانية. إذن هذه هي الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة لحظة وقوع الانفجار أمام السفارة الإيرانية في بيروت. هذا هو الانفجار، نشاهد المارة وهم يهربون فور وقوع الانفجار الأول، وطبعا تصاعد سحب الدخان فور وقوع هذا الانفجار في هذا الشارع من منطقة بئر العبد طبعا عند مدخل السفارة الإيرانية بئر حسن عفوا. وما زال إذن المارة يهربون فور سماعهم دوي هذا الانفجار، وكانت جميع المعلومات بالأمس قد أكدت أن هناك كاميرات مراقبة سجلت لحظة وقوع الانفجار. هذه هي إذن الصور الأولى التي التقطتها كاميرات المراقبة لحظة وقوع الانفجار أمام السفارة الإيرانية في بئر حسن في بيروت. هذا التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة أكثر من 24 شخصا وأدى إلى جرح أكثر من 150 آخرين. هذه هي إذن الصور الأولية له، وهو وقع بالأمس عند الساعة 10:15 صباحا، وكان عبارة عن تفجيرين مزدوجين.
التفجير الأول كان أقل وقعا من التفجير الثاني، وقد تمكن عناصر الأمن عند مدخل السفارة الإيرانية من صد الإرهابيين الانتحاريين اللذين كانا قادمين لتفجير نفسيهما في السفارة الإيرانية. هذه المشاهد إذن نذكر هي منقولة عن قناة الميادين الزميلة. بعض الحركة تستمر طبيعية في الشارع، فيما أشخاص آخرون خرجوا لاستطلاع ما يجري في محيط السفارة الإيرانية. لحظة تلو الأخرى يزداد عدد الأشخاص الوافدين إلى مكان الحدث. طبعا هذه الصور ملتقطة من زاوية واحدة، وهذا هو عصف الانفجار يهز الشجرة التي يمكن أن نراها في الصورة. طبعا كنت أشير إلى أن هذه الصور ملتقطة من زاوية واحدة، أي من كاميرا مراقبة واحدة، ولكن في القريب العاجل ربما سوف يكون هناك مزيد من الصور، بما أن كاميرات المراقبة كثيرة وليست كاميرا مراقبة واحدة في تلك المنطقة. من المعروف أن الشارع الأمني، الشارع هناك إضافة إلى أنه يضم مبنى السفارة الإيرانية، هو يضم مباني لسفارات أخرى وأيضا منازل لسياسيين ومقرات رسمية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك عدد من كاميرات المراقبة في هذا الشارع، والتي تمكنت من التقاط الصور الأولية. ويؤمل، منذ الأمس يحكى عن هذا الموضوع، يؤمل أن تكون هذه الكاميرات قد تمكنت من التقاط صور لوجهي الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما أو قاما بعملية التفجير. إذن نعيد هذه الصور المنقولة عن قناة الميادين، وأذكر بأنها الصور التي التقطتها كاميرا أو إحدى كاميرات المراقبة المنتشرة بالقرب من السفارة الإيرانية في منطقة بئر حسن في بيروت. وكنا شاهدنا لحظة عصف الانفجار، اللحظة الأولى اهتزت معها الكاميرا، ورأينا أيضا بعض الدخان الأسود يتصاعد، فيما يهرع المارة ذعرا بعد أن اندلع أو وقع هذا الانفجار عند 10:15 من صباح أمس في منطقة بئر حسن إذن، وأدى إلى سقوط 24 قتيلا وحوالي 150 جريحا. هذه الصور، وبحسب ما تشير كاميرا المراقبة فهي قد أخذت من زاوية واحدة، ومن المفترض أن تليها صور أخرى أخذت من زوايا ثانية ومن كاميرات مراقبة أخرى، نظرا لانتشار عشرات كاميرات المراقبة في المكان. هذه هي إذن لحظة التفجير وهروب المواطنين، وفورا السحب السوداء غطت الطريق أيضا كما نشاهد، حجبت الغيمة السوداء الناتجة عن الدخان، حجبت الشمس عن الطريق الذي نراه بهذه العدسة، عدسة كاميرا المراقبة. طبعا هذه ليست كاميرا تلفزيونية وليست كاميرا هاون، إنما هي كاميرا مراقبة مثبتة في أحد المباني المحيط بالسفارة الإيرانية، أو ربما تكون كاميرا تابعة لمبنى السفارة الإيرانية.
مشاهدينا ننقل إذن هذه الصور الأولى التي التقطتها كاميرا المراقبة بالقرب من موقع التفجير، الصور التي تبثها قناة الميادين وننقلها لكم عن قناة الميادين. تظهر هذه الصور لحظات القليلة ما قبل الانفجار، كانت الأوضاع طبيعية إلى أن حصل هذا التفجير. ونشاهد في الصورة سيارة رباعية الدفع سوداء اللون تتجه صوب مبنى السفارة الإيرانية على ما يبدو، وربما تتجه عكس السير وليس بحسب وجهة السير الطبيعية. وهنا بدأ المواطنون والسكان المنطقة يهرعون باتجاه موقع التفجير. درجات نارية ومواطنون يركضون باتجاه موقع التفجير. ونذكر بأن هذه المشاهد التقطت بالأمس من إحدى كاميرات المراقبة القريبة من مبنى السفارة الإيرانية المستهدف. وفور وقوع الانفجار تهتز الشجرة في الإطار المصور الذي نراه، وأيضا نرى الدخان الأسود يتصاعد من مكان التفجير تزامنا مع هروب المواطنين. مشاهدينا، بعد أن شاهدنا هذه المشاهد الأولى من إحدى كاميرات المراقبة المحيطة بمكان التفجير في بئر حسن، نعود الآن إلى السفارة الإيرانية مع الزميلة هيفا زعيتر. هيفا؟ نعم كريستين، قلنا قد ذكرنا بأن باب التعزي أقفل، باب السفارة أقفل عند الساعة 12 ظهرا، على أن يعاد ويفتح غدا عند الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا. من أبرز المعزين كما قلنا السفير البريطاني توم فلتشر، إضافة إلى السفير الروسي والسفير البابوي في لبنان، وكذلك حضر ممثلا الرئيس الحكومة رئيس مجلس النواب، إضافة إلى وفود سياسية ودينية و كذلك فكرية. أريد أن أشير كريستين إلى أن حضور مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان كان بالأمس حضر إلى لبنان قادما من موسكو ليتابع مجريات التحقيق بعد هذين التفجيرين، وكذلك لتقبل التعازي. مساعد وزير الخارجية يغادر لبنان غدا، ولكن اليوم على جدول أعماله هناك لقاءات مع الرؤساء الثلاثة فضلا عن الرئيس المكلف تمام سلام. هذا من لناحية التعازي في السفارة. وكذلك كان اليوم في السفارة شهد حضور جثماني الملحق الثقافي في لبنان الشيخ إبراهيم الأنصاري وزوجة أحد الدبلوماسيين
الإيرانيين اللذان استشهدا بالأمس جراء التفجيرين. تم أحضار الجثمانين إلى السفارة حيث أقيمت الصلاة عليهما، وليتم نقلهما لاحقا إلى إيران لاحقا اليوم إلى إيران على طائرة أتت خصيصا من إيران لنقل الجثمانين ولنقل الجرحى الإيرانيين تحديدا الذين سقطوا في التفجير. إذن انتهى وصول المعازين بطبيعة الحال إلى السفارة على أن تعاد وتفتح الباب غدا أمام المعازين عند الساعة 10. نعم كريستين. نعم هيفا، سوف نستمع الآن إلى تصريح كل من السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي، وأيضا تصريح مساعد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان. ولا شك أن العدو الصهيوني ومن خلال سيطرته وتشغيله للعديد من القوى والأطراف التكفيرية المتطرفة هو الذي يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة الجبانة والإرهابية والمدانة. وكما تعرفون فأن هناك جهدا قد بدأ بالفعل من قبل كافة الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية المحترمة لوضع اليد على كافة التفاصيل والملابسات والمعلومات المتعلقة بهذه الجريمة النكراء، ونحن ما زلنا حتى الآن ننتظر بفارغ الصبر النتيجة التي سوف تفضي إليها التحقيقات والمتابعات التي تجريها الحكومة اللبنانية من جهة والأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية من جهة أخرى. هذا التفجير حصل في شارع العام مقابل السفارة الإيرانية، مكان عبور الناس عادي، ولذلك استشهد 23 من الناس العاديين بالشارع. طبعا استشهد المستشار الثقافي بالسفارة اللي كان بالطريق دروقتي وحراس السفارة، هم كانوا نيتهم أن يستهدفوا السفارة ولكن ما نجحوا بخطتهم. ثانيا هذا خير دليل على عجزه بل فشل من الذي لديه لغة المنطق والاستدلال و يعني لديه ما يقنع الآخرين، لا يمكن أن يقوم بمثل هذه الأعمال الإرهابية وخاصة قتل الناس الأبرياء. شو ذنب هؤلاء؟ شو ذنب خاصة النسوان الأولاد والكبار بالسن بالعمر والعجوز؟ فهذا يدل على أنهم أصبحوا في هذه المرحلة بالذات معزولين بشكل كامل ومهزومين بشكل كامل، وحتى يفشوا خلقهم لا يبقى أمامهم أي طريق إلا التوصل بمثل هذه الطرق اللي مدان ومستنكر من جانب الجميع. نحن في هنا في لبنان وفي ساحة الإقليمية وساحة الدولية كل البيانات اللي صدرت وكل الاتصالات اللي تلقيناها بالسفارة من كل المسؤولين من رئيس الجمهورية للوزراء والنواب ومن كل التيارات السياسية من كل الطوائف خير دليل على أن القيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية مدان ومستنكر ولا يمكن أن يقبل بها. ما ستكون توجهتكم للمرحلة المقبلة، يعني دعوة إلى حوار وكذا؟ نحن دوما نحن لا يمكن أن نخرج عن المسار الذي رسم منذ البداية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. هذه دعوة الجميع إلى الحوار وإلى الحفاظ على الاستقرار وعلى اللغة التي يعني يقنع الجميع من باب الإقناع والاقتناع. هذا هو خير طريق وخير وسيلة لأجل وصول إلى النتائج المشتركة والمهمة بمواجهة المشاريع الإسرائيلية. تناول رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير اللهيان موضوع التفجير الإرهابي الذي طاول السفارة الإيرانية والمعلومات المتوفرة عن الجريمة، وشكر اللهيان لسليمان تعليماته الحازمة إلى الأجهزة المعنية القاضية بمعرفة الجهات التي كانت وراء تنفيذ الجريمة. وأطلع المسؤول الإيراني رئيس الجمهورية على أجواء اللقاءات التي انعقدت في جنيف للبحث في موضوع الملف النووي الإيراني. حادثة التفجير حضرت في لقاءات سليمان مع وزير العدل شكيب قرطباوي ومدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وشدد سليمان على تكثيف الجهود لكشف الفاعلين والمحرضين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء. أعلن النائب أحمد فتفت عبر برنامج الحدث أن تيار المستقبل يدين التفجير الإرهابي ويرفض اتهام السعودية بالجريمة، معتبرا أن هذه هي نتيجة إقصاء الاعتدال السني.
بالتأكيد سيكون هناك مشاركة بالتعزية، موقفنا واضح، وكنت أتمنى أن يكون أيضا هناك موقف واضح رغم عتبنا على السفارة الإيرانية أنها لم تدين التفجيرات التي حصلت في طرابلس وأدانت فقط اغتيال الشيخية. نحن سنشارك لأننا ندين الإرهاب، ندين العمليات الإرهابية، ندين الإجرام أينما حصل. بالتأكيد نحن سنشارك. النائب نواف الموسوي أكد من برنامج الحدث تمسك حزب الله بالحوار، معتبرا أن تبرير الفريق الآخر للجريمة يؤثر على الوحدة الوطنية. لا يمكن الربط بين ما جرى من عملية وما يجري من أحداث في منطقة القلمون. نحن أمام خطرين، خطر إرهابي وخطر استراتيجي. الخطر الاستراتيجي يتمثل في سيطرة التكفيريين على سوريا، هذا سيدمر لبنان، سيدمر المجتمع اللبناني بتنوعاته، وهذا ما ينبغي مواجهته ونحن نواجه على هذا الصعيد. الخطر الآخر هو خطر أمني إرهابي، وهذا يمكن مواجهته لكنه أقل خطرا من الخطر الاستراتيجي الكياني الوجودي. هل أنتم اليوم كحزب الله على علم بأن هنالك المزيد أو تخوف من المزيد من التفجيرات؟ هذا الاحتمال كان قائما وليس احتمالا فقط، إنما كان لدينا ولا زال معلومات بأن ثمة عملا يجري. استنكرت الأمانة العامة لقوى 14 أذار تفجير بئر حسن، وأشارت عقب اجتماعها إلى أن سياسة إيران التدخلية في سوريا استدعت إرهابا مضادا على أرض لبنان. إن الفريق الذي يتفرد بإقحام لبنان في مغامرات غب الطلب لن يستطيع رسم حدودها وردود الأفعال عليها. 2. إن الاستعلاء على لبنان واعتباره تفصيلاً في خريطة طريق الإمبراطورية الفارسية لن يؤدي إلى خراب الوطن إلا إلى خراب الوطن لحساب مصالح إقليمية لا طاقة لنا بها. 3. إن المخرج الوحيد من هذه المأساة الطويلة والمؤلمة ومن أجل تجنيب اللبنانيين الأبرياء دفع الثمن تلو الآخر ومنذ زمن طويل يكمن في عودة حزب الله إلى كنف الدولة وإلغاء دويلته لحساب الوطن، فضلاً عن وجوب قيام الدولة اللبنانية بواجباتها التي هي مبرر وجودها. نشرت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية على موقع تويتر صورة للسفير البريطاني في بيروت توم فلتشر خلال تبرعه بالدم لضحايا تفجير السفارة الإيرانية، وجاء التعليق الذي رافق الصورة كالتالي: تضامنا مع جرح الهجوم الإرهابي على السفارة الإيرانية في بيروت، السفير توم فلتشر يتبرع بالدم. أهلا بكم من جديد. تسببت تمرينات الجيش اللبناني تحضيرا للعرض العسكري بمناسبة عيد الاستقلال يوم الجمعة بإقفال عدد من الطرقات، وقد شهد المدخل الشمالي لبيروت زحمة سير خانقة ما أدى إلى تأخر المواطنين عن وظائفهم والطلاب عن جامعاتهم. في سوريا أفيد عن انفجار سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان في القلمون شمالي دمشق، وذكر أن التفجير الأول استهدف مبنى الأمن العسكري في مدينة النبك، والثاني أحد حواجز الجيش في دير عطية حيث قتل وأصيب عسكريون ومدنيون. وتزامن الانفجاران مع هجوم كبير لمسلحي لواء درع العاصمة على حواجز الجيش السوري في أطراف النبك ودير عطية حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وذكرت مصادر جهادية أن منفذي التفجيرين الانتحاريين في القلمون هما السعودي فراج مناح إسماعيل السبيعي وكان يخدم في صفوف الجيش السعودي، وآخر يدعى أبو الغريب الحجازي. في العراق قتل 24 شخصا وأصيب 65 آخرون اليوم في سلسلة هجمات وقعت في العاصمة بغداد، وقال مسؤولون أمنيون وطبيون إن 7 تفجيرات وقعت على الأقل استخدمت في 6 منها سيارات مفخخة. واستهدفت الاعتداءات أحياء الكرادة والشعب والصدرية والأعظمية، وفرضت قوات الأمن تدابير مشددة في المناطق المستهدفة.
قتل 10 جنود مصريين وأصيب 26 آخرون باستهداف حافلتهم بسيارة مفخخة على طريق رفح العريش صباح اليوم. وقال مصدر أمني مصري إن الجنود الذين قضوا في الحادث تابعين لسلاح المشاة وهم كانوا في طريقهم لقضاء إجازة. وأوضح مصدر عسكري أن التحريات الأولية تفيد بتورط جماعة أنصار بيت المقدس في الحادث. وعلى الإثر أعلن الجيش المصري الاستنفار وجرى قطع الاتصالات عن شمال سيناء مع تحليق للمروحيات في عمليات استطلاع فوق مكان الهجوم. تنطلق في جنيف اليوم جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إن الطريق مفتوح الآن أمام الحل بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويجب على القوى العالمية أن تغتنم فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق. وعشية الجولة قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الاتفاق المقترح لرفع عقوبات محدودة عن إيران سيسمح لطهران بالوصول إلى جزء صغير من الأصول المجمدة. وكان أوباما قد طلب من بعض كبار المسؤولين في الكونغرس التريث قبل التصويت على عقوبات جديدة بحق إيران. ووسط هذه الأجواء برز أمس الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالرئيس الإيراني حسن روحاني في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 10 أعوام. أكد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي أن الشعب الإيراني لا يستسلم أمام الضغوطات ولا يتراجع عن حقوقه في المجال النووي. وشدد خامنئي على ضرورة التزام المفاوضين الإيرانيين بالخطوط الحمر بشأن برنامج طهران النووي. خامنئي الذي كان يتحدث أمام الآلاف من البسيج في طهران تطرق إلى الملف السوري مشيرا إلى أن المجموعات المسلحة هي التي استفادت من استخدام السلاح الكيميائي. أهلا بكم من جديد. من هو الشيخ سراج الدين زريقات الذي تبنى باسم كتائب عبد الله عزام تفجير السفارة الإيرانية؟ التفاصيل في هذا التقرير لألين حلاق. هيا أرونا وطيشوا واملأوا منا السجون. أهلي وأحبابي، إن نظام البعث في سوريا وحليفه في لبنان حزب إيران، ومن يأتمر بأمره من أجهزة الدولة وعلى رأسها مخابرات الجيش، ومن باعوا دينهم بدنيا حسن وحزبه من المحسوبين على أهل السنة، وأجهزة الإعلام هم منتنا قد أعلنوها علينا حربا. شيخ لبناني في القاعدة نقل فكر الإرهاب المتطرف إلى داخل لبنان وأطلق العنان لنفسه بتكفير من أراد، مستقيا بتنظيم القاعدة الذي لم يسلم منه أهل السنة أنفسهم. فلم يتوقف الأمر عند حزب الله وإيران، بل وجه خطابه التحريضي أيضا إلى ما سماهم المخترقين من حزب الله من السنة والمسيحيين ومعهم الجيش اللبناني واستخباراته. ولا عجب أن يكون هذا الإرهابي المتطرف قد وجه سهامه حتى إلى الجيش اللبناني، ففي العام الماضي اعتقلته استخبارات الجيش اللبناني بتهمة قيامه بنشاطات إرهابية عبر تجنيد شبان وإرسالهم للخضوع لدورات عسكرية في العراق وأفغانستان. يوم ذاك تدخلت دار الإفتاء فأفرج عن زريقات بعد ساعات، ولم تكد تمر أشهر على خروجه حتى تلا بيانا لإحدى أذرع تنظيم القاعدة كتائب عبد الله عزام. التسجيل المصور لزريقات أرفق بتعريف عنه يقول إنه أحد خطباء الجمعة في مساجد بيروت بتكليف من دار الفتوى اللبنانية، وهو أحد الدعاة العاملين وله دور في نصرة الثورة السورية. اعتقلت وحقق معي بواهية. طبعا يوم ذاك نفت دار الإفتاء علمها بنيات زريقات الإرهابية وغسلت يدها منه، إلا أن يده الإرهابية طاولت بعد أقل من سنة على خطاباته التحريضية أبرياء في لبنان، علما أنه كان قد قال أنه اعتقل ظلما وسأل يوم ذاك ما معنى الإرهاب. فحبذا لو شرحوا لنا معنى الإرهاب الذي يفرضونه. ولكن من هو سراج الدين زريقات؟ في المعلومات المتوافرة عنه أنه كان يقيم في منطقة الطريق الجديد سابقا، وكان يعمل في مجال التسجيلات الدينية ويملك محلا لبيع الأجهزة الخلوية، وكان بارعا في مجال الاتصالات ويتمتع بقدرات فنية عالية، وخطره يكمن في أنه كان ضالعا في إرسال الشبان للتدرب في أفغانستان والعراق عبر تركيا بواسطة واحد من الجهاديين الأتراك يعرف
باسم عمر، وكان زريقاط يتردد إلى عدد من المساجد في بيروت منها مساجد رأس النبع. نبدة عن تنظيم كتائب عبد الله عزام المرتبط بتنظيم القاعدة في هذا التقرير. أعلنت كتائب عبد الله العزام المرتبطة بتنظيم القاعدة وتحديدا الجناح الحديث الذي يحمل اسم سرايا الحسين بن علي مسؤوليتها عن تنفيذ تفجيري بئر حسن. وهذا التبني أعلنه الشيخ سراج الدين زريقاط في تغريدات على حسابه على تويتر. أعلن زريقاط عن الحساب الرسمي لموقع كتائب عزام واختفى، واكتفى الموقع بإعادة نشر تغريدات زريقاط. فمن هي كتائب عبد الله عزام؟ هي تنظيم مسلح بدأ عملياته العسكرية عام 2004 بثلاثة تفجيرات في منتجع طابة وشاطئ نويبع المصريين. استمد اسمه من القائد الفلسطيني الشيخ عبد الله عزام الذي اغتيل عام 89، وهو فرع من تنظيم القاعدة في بلاد الشام وأرض الكنانة، ويتولى إصدار بياناته الإعلامية مركز الفجر للإعلام، وتبنى عددا من العمليات الإرهابية. إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامد. أما في لبنان فكان مخيم عين الحلوي ملاذ التنظيم الأول والآمن. عمل التنظيم على استقطاب التنظيمات الإسلامية المنحلة والأجانب القادمين من الخارج. في البدء كان هدفه مقاتلة اليونيفل في الجنوب، وحين ذاك عرف بكتائب عبد الله عزام سرايا زياد الجراح، ليتبدل اسمه وأهدافه لاحقا مع بدء الأحداث في سوريا. ولكن المعقل الرئيس في عين الحلوي وفي حي الطوارئ تحديدا. أبرز قيادي التنظيم هم ماجد بن محمد الماجد السعودي الجنسية وعبد المجيد عبد الله عزام، وكلاهما دخل حديثا الأراضي اللبنانية، وزياد أبو النعاج وتوفيق طه الذي يعد الرجل الأول لتنظيم القاعدة في لبنان، مع إضافة الشيخ سراج الدين زريقاط الذي ظهر مع تفجيرات بئر حسن مغردا. وهذه القيادات تنسق مع قيادات فتح الإسلام وجند الشام في حي الطوارئ. ويذكر أن بعض هذه القيادات كان يقاتل في سوريا وجاء إلى لبنان لتنفيذ عدد من العمليات ردا على قتال حزب الله في سوريا، ويهدد بتنفيذ عمليات بالمراكز العسكرية والمؤسسات الرسمية والدبلوماسية. الشارع المصري يتحرك بين السيسي ومرسي، ولمناسبة عيد ميلاده شوكولا السيسي في الجاردن سيتي. تقرير من القاهرة لمندوبتنا منى عشماوي. يوم حافل من الأحداث، توقع له المراقبون أنه سيكون يوما صعبا لن يمر على مصر مرور الكرام. فاليوم إحياء الذكرى الثانية لأحداث شارع محمد محمود في اشتباكات دامية جرت بين الثوار من جهة وقوات الشرطة والجيش من جهة أخرى منذ عامين. لذا كان من الطبيعي أن تنتفض اليوم الشوارع المحيطة بميدان التحرير والشوارع المحيطة أيضا بوزارة الداخلية في اشتباكات بين من يحيون الذكرى حزنا على أصدقائهم الذين سقطوا شهداء، ومن هم جاءوا إلى مكان الحدث يؤيدون الجيش ويحتفلون بعيد ميلاد الفريق السيسي، لتنقلب الذكرى إلى أحداث أخرى لسقوط مصابين. بينما يتظاهر طلاب الإخوان أمام جامعة الأزهر يريدون أن يدخلوا بمسيراتهم على الخط إلى ميدان التحرير لإشعال الموقف أكثر. أنا نازلة النهاردة عشان الشهداء كلهم. إحنا مش عايزين أحجار تحطها لنا في الصينية في التحرير، وبنقول لهم أسفين، مطالب الثورة ما تحققش منها أي حاجة لحد الآن. في أحد شوارع جاردن سيتي قررت سيدة صاحبة محل للحلويات بصنع شوكولا أطلقت عليها شوكولا السيسي في أشكال وألوان ومذاقات مختلفة. بل ومن يريد أن يحتسي قهوة الصباح مع السيسي من الممكن جدا أن يجد لديها مج عليه صورة للسيسي ليحتسي القهوة بصحبة الفريق. بما أني بشتغل في الشوكولا قررت أن أنا أرجع فكرة البرينت تاني وأبتدي بأن أنا أحط صورة السيسي على الشوكولا كنوع من التأييد، وفي نفس الوقت أنا هنا بما أني جنب سفارات فده برضو ساعدني على أساس برضو نورق يعني نبين فكرتنا إن دي ثورة حتى لقدام
الناس الأجانب اللي بيشتغلوا في السفارات دي ابتدوا يعرفوا إنه دي فعلا ثورة بيجوا كتير هنا. على المقلب الآخر نجد من ترك الميادين والشوارع الاشتباكات وجلس على المقهى يشاهد مباراة مصر وغانا التي ستحدد مصير مصر من الدخول إلى كأس العالم، ممنيا نفسه بخمس ركلات نظيفة في معجزة تبدو حتى الآن صعبة المنال. يختلفون في الأهواء السياسية وفي طرقهم للتعبير عنها، ولكن يجمعهم حب واحد، حب مصر وأمنية في وصولهم إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل. إلا أن الإخوان المسلمين أو من يناصرونهم فرحوا كثيرا في كل هدف يدخل في الشباك المصرية، ولا نستغرب أنه خرجت تظاهرات إخوانية من المصريين بتشجع غانا، والشماتة في المنتخب المصري تملأ وجوههم وقلوبهم وتظاهراتهم. أردت النزول لاستكمال بقية مهامي الصحفية في هذا التقرير، ولكن للشبكات العنيفة التي تجرى الآن أمام المكاتب الإخبارية منعتني من ذلك. في ليلة يبدو بأنها بدأت ساخنة وستزداد سخونة. منى عشماوي الجديد من القاهرة. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز عناوينها: عمليات مسح في موقع التفجير وجثث غير محددة الهوية تنتظر نتائج الحمض النووي. شخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية تعزي بالضحايا في السفارة الإيرانية. ولا شك أن العدو الصهيوني ومن خلال سيطرته وتشغيله للعديد من القوى والأطراف التكفيرية المتطرفة هو الذي يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة الجبانة. نقل جثمان الملحق الثقافي إلى طهران. انتحاريان يستهدفان مبنى الأمن العسكري السوري في النبك، وحاجزين للجيش في دير عطية، وسبعة تفجيرات في بغداد. ختام النشرة، ابقوا معنا لمتابعة كل جديد.